تحية إلى المشاهدات والمشاهدين، ويسرنا أن نقدم لكم هذه السلسلة الموسومة بالعنوان سيرة شهوية أو سيرة محكية، وهذه هي الحلقة العاشرة من سلسلة لقاءات المركز الدولي للتربية الابتكارية ICIE مع العالم الفيزيائي المبدع الأستاذ الدكتور همام بشارة غصيب، وهو من العلماء الذين كانت لهم إسهامات رفيعة المستوى ومبدعة على المستويين المحلي والعالمي في مجالات مختلفة، ومنها الفيزياء والتعريب والثقافة العلمية والحياة الأكاديمية والبحث العلمي والإدارة والقيادية وغيرها من مجالات سيتم تسليط الضوء عليها في هذه اللقاءات العفوية التي ستعرض بوساطة هذه القناة. كثيرة هي المواقع التي شغلها الأستاذ الدكتور همام غصيب، ومن أبرزها مستشار سمو الأمير الحسن بن طلال، عضو مجمع اللغة العربية الأردني ورئيس تحرير المجلة الثقافية وأمين عام منتدى الفكر العربي، وأستاذ زائر في جامعة كورنيل الأمريكية، وأستاذ زائر في مركز الفيزياء النظرية في تريستا بإيطاليا، ورئيس قسم الفيزياء وعميد البحث العلمي في الجامعة الأردنية، ومؤسس مدرسة البتراء الدولية في الفيزياء، وعضو مؤسس في الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم، وعضو اللجنة الوطنية لتطوير المناهج، وغيرها من المواقع. ونرحب بأستاذنا الكبير والعالم الجليل الأستاذ الدكتور همام غصيب، فليتفضل بالحديث إلى المشاهدات والمشاهدين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أسعد الله أوقاتكم. هذه حلقتنا العاشرة. تذكرون أنني بدأت الدراسات العليا في جامعة مانشستر، الجامعة الرئيسية العريقة. وقبل أن أبدأ من باب التسخين إنجاز التعبير فقط، أريد أن أذكر نقطتين فاتني أن أذكرهما في حينه. قلت في الحلقة الماضية إنني كنت أتابع الهالي أوركسترا، أوركسترا هالي لمنشأها مانشستر وأصلها وفصلها مانشستر، وكنت أحضر بعض الحفلات التي يقدمونها في البلدية إنجاز التعبير أو أمانة مانشستر، وذكرت حفلا خاصا لسير جون باربيرولي أحد مؤسسيها الكبار، وحفلة أخرى لدانيال بارنبوم. ذكرت دانيال بارنبوم لصداقته في وقت لاحق بعد سنوات مع أدوارد سعيد، وأسس معا أوركسترا الشرقية الغربية ديوان وست إيسترن ديوان أوركسترا. فاتني أن أذكر أن في تلك الحفلة من الأعمال التي عزفت كانت دبوجاك تشيلو كونشيرتو تشيلو لدبوجاك، وهي قد يعني تعد رقم واحد بعدها لسير أدوارد ألكار. لا يوجد الكثير من تلك الكونشيرتات إنجاز التعبير. وكانت زوجته آنذاك جاكلين دوبري تعزف التشيلو، كانت أيضا تعد رقم واحد في العالم، لا يوجد عازفون كثر على الأقل آنذاك. وفي كان لها أكثر من عمل، لكن أذكرها في وقت الاستراحة غادر معظم الحضور لكي يتناولوا شيئا من الشراب أو أي شيء آخر، وأنا بقيت ولا أعرف كيف نظرت إليها وتشلو بين ساقيها لا تؤاخذوني، ونظرت وبحلقت إنجاز التعبير، وأنا أعدت النظر هكذا دقيقة أو دقيقتين صمت. حضور أقل من القليل كان في تلك الآونة في الاستراحة. ذكرت هذا لأنها عزفت عزفا جميلا جدا كعادتها، ونستطيع أن نتابعها الآن على اليوتيوب، هي تسجيلات معروفة ومشهورة. لكن بعيد ذلك،
تصوروا، قرأت في أماكن، في مجلات عدة، وسمعت من الراديو وغيره، أنها في حفل أو حفلة ما أخطأت في العزف على غير عادتها، ظن الحضور أنها تداعبهم فقط من باب الدعابة، حس الفكاهي إنجاز التعبير، لكن اتضح أنها كانت بداية، تصور أمام الجمهور، لنوع من الضمور العضلي، لا أعرف التعبير الطبي بالضبط، لا أذكر، أما نوع من الضمور العضلي لم تستطع العزف من ذلك الحين، وكان موتا بطيئا. ذكرت هذا لأن الحياة كل شيء متوقع فيها، لكن فيها الدراما إذا لاحظناها تؤثر وترسخ في الذهن. نقطة ثانية، أنني كنت أحضر أحيانا مع بعض الزملاء، زملائي في الدفعة الفيزيائية، حفلات موسيقية في تقدمها كلية الموسيقى المعروفة جدا، لها شهرة في مانشستر، وكانت أحيانا تعزف أو تؤدي الحفلات هذه في أماكن مختلفة، ليس بالضرورة في مباني أو مبنى كلية نفسها، كلية الموسيقى. وأذكر أيضا بالذات حفلة معينة، كان يوما مثلجا لكن دوام كامل، وذهبنا في استراحة الغداء، لا أعرف إذا كان هذا من باب الامتحان لطلبة وطالبات، طلاب وطالبات الكلية، لكن عزف أو عزف عازفان، طالبة وطالب، عزفا عزفا جميلا جدا لسوناتا الأولى لبرامز، تشيلو سوناتا، مرة أخرى التشيلو، سوناتا رقم 2. وبعد ذلك أذكر بأن عندما خرجنا زلت قدمي ووقعت على الثلج، لكن كان مازال ندف حولنا، يعني لم يكن قاسيا، فجاءت سليمة بحمد الله، ورسخت هذه الذاكرة، ذاكرة الإنسان غريبة. فأعود الآن إلى الفيزياء كما وعدت. بدأت كما قلت سائل هيلوم ثلاثي، وتلك الفترة بدأ العمل معي وانتهى معي عندما غادرت الجامعة. وكنت مع جون ماكسويل إيرفن رحمه الله، توفي من بضع سنوات فقط، نسميه ماكس كما قلت. وكانت المسألة اشتقاق الظواهر الجاهرية، جاهرية الماكروسكوبيك، التي ترى العين المجردة أو على الأقل بالمجهر، يعني ليست بحجم الذرات وما دونها، فوق ذلك وجاهري، هذا تعريفنا للجاهري في الفيزياء. فنشتق الخواص أو الخصائص الجاهرية ابتداء من خواص أو خصائص الجسيمات الأولية التي تكون منظومتنا. في السائل الجسيمات الأولية هي الذرات، الهيليوم ثلاثة، لأنه في نظيران مهمان مستقران للهيليوم، هيليوم ثلاثة وهيليوم أربعة، والهيليوم من كلمة هيليون يونانية تعني الشمس، لأنه عرف من الأطياف أنه موجود في الشمس، ولم يحضر إلا بعد ذلك بسنوات، بعد الاكتشاف بعقود حتى في التفاعلات النووية، بخلاف الهيليوم أربعة اللي في وفرة حقيقة في الطبيعة. المهم نبدأ من خصائص الذرات، لما الذرات ولا نعود إلى أو نرجع إلى الأصغر منها، مثل مثلا الإلكترونات والنواة، نواة لما؟ السبب أن وسائل طاقية تعود إلى الطاقة، الطاقات التي نحتاج إليها كي نستثير
داخل الذرة طاقات كبيرة جدا. نحن نتحدث عادة عن الحالة الأرضية، حالة الخمود Grand State. فتصور هذا راقني جدا، المبدأ إنه نبدأ من الصغير جدا نشتق الكبير، له إرث عميق وكبير، يعني من البذور الأولى للإنسانية قد يكون، وطبعا مرورا بتراث عميق بعلم الكلام وأحيانا بالفيزياء. دائما واحد يريد أن يعود إلى الأصل والفصل. طبعا في كثير من اليونانيين وحتى ما قبلهم دائما يقول الأوروبيون واليونانيون والإغريق والكذا، لا، في حضارات كبرى في بلادنا قبل ذلك، وكانوا يهملون تراثنا أكثر، الآن في عناية أكثر قليلا، والفضل لبعض الشخصيات الكبيرة عربية إسلامية وغير ذلك أوروبية. إنصاف موجود إلى حد قليل، كان الآن أكبر، فله هذا إرث كبير. ومن ناحية فلسفية، يعني كأنه مذهب إنجاز التعبير الاختزالي ريدكشنست، أو المنحة، المقاربة، النهش الاختزالي، تختزل كل شيء إلى الأوليات، حتى في الرياضيات، لكن ليس موضوعنا في هذه الفكرة برأيي المتواضع. تصور ذهلت. طبعا هنا امتلأت للفيزيائيين وغير الفيزيائيين، أرجو أن يتابعوني إلى حد ما، أحاول بقدر الإمكان تبسيط غير مخل، لكن لا أستطيع أكثر من حد معين، وكما ترون لا أوراق حوالي وهي عفوية. هيلوم ثلاثة يختلف عن هيلوم أربعة بشيء أساسي جدا، فيزياء تختلف جذريا. لما هيلوم ثلاثة يقال إنه البرم له برم مقابل سبين، أحيانا يقال الغزل لكن أفضل البرم لأسباب كثيرة. البرم نص، يعني بمعنى ثاني يمتثل لمبدأ باولي الاستبعاد، باولي اكسلوجن برنسبل، يعني هذه تؤثر جدا، يعني هو فيرميون من فصيلة فيرميونات. في العالم ثلاثي الأبعاد في عندنا نوعان من البرم، إما أن يكون الجسيم فيرميون فيرميونا فيرميون، أو أن يكون بوزونا بوزون بوزون، نسبة لبوز عالم بنغلاديشي وليس ألماني كما يظن، لا، كان من بنغلاديش، توفي في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وكان عالما متواضعا، لكن عمله اشتهر لأن أينشتاين تبناه وأضاف إليه، وأصبح هذا نوع من الإحصاء بوز أينشتاين، إحصاء بوز أينشتاين. الثاني هيلوم ثلاثة فيرمي ديراك، نسبة عالمين عظيمين جدا علماء القرن العشرين، وهو فيرمي ديراك ستاتيستيك. هيلوم ثلاثة يختلف، أقول ذلك لأن الهيليوم أصبح هواية لي، كل أنظمة الهيليوم السيستمز، هيلوم ثلاثة بدأت به وسائل، كان الأجدى أن أبدأ بالغاز، أسهل لأسباب فيزيائية كثيرة، لكن السائل هو كان هاجسا آنذاك في بعض الدوائر الفيزيائية. لما الهيليوم؟ دائما ردي، لأنه كان يتندر زملائي فيما بعد عندما عدت إلى الوطن، إنه هيلوم هيلوم هيلوم، زاحنا زاحنا بالهيلوم، اعذروني على العامية، لا، أنا لم أسبب أي ضيق، السبب أن الهيلوم كان يعد وما زال يعد مختبرا نظريا ومختبرا تجريبيا في أشياء كثيرة نتعلمها، ولأنه يقال، يعني نصفه أنه سائل كمومي، سائل كمومي quantum liquid، في quantum fluids الموائع الكمومية غازات وسوائل، fluid غاز وسائل مائع، نقول هذه المواعي الكمومية تمتثل لفيزياء أو الميكانيكا الكمومية، فلها أهمية كثيرة، نفصله عن سائل كلاسيكي مثل الماء مثلا. ففي فيزياء كثيرة تعلمها، وكنا نظن لأن الهيلوم هي الكمومية
أبسط، العنصر الأبسط بعد الهيدروجين، هيدروجين ذرة الهيدروجين وليس جزيء الهيدروجين بالضرورة. ولهذا حديث طويل إن تسنى لي الوقت ليس في هذه الحلقة طبعا إذا تابعنا. فالهيليوم هو الأبسط كنا نظن، لكن إذا كان هذا الأبسط فكيف بالأعقد أو الأصعب، خصوصا أنه في ظواهر طبيعية أذهلتنا حدثت في الهيليوم ثلاثة وأربعة، لكن أنا أتحدث عن الهيليوم ثلاثة. راحت لي الفكرة أن نبدأ من الخصائص البسيطة للذرات، قلت هي الجسيمات الأولية هنا، طيب مع أنه في جسيمات أولية أصغر 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 أصغر، لكن هذه لأسباب طاقية حادة الأرضية أو الكمود كما قلت هي الذرات. نبدأ خصائص الذرات اللي هي فاميونات، ونحاول أن نشتق خصائص الجاهلية مرورا بأمور كثيرة يجب أن نعالجها. النقطة الأساسية أن البداية لما اكتشف أو ابتدع نوع الإحصاء الفامي ديراك ونوع الإحصاء للبوزونات بوزانشتاين بشق الأنفس، كل وراء جهد إنساني ومواهب إنسانية كبيرة، كان للغاز اللي ما في تفاعلات، يعني الغاز المثالي نقول ايديال غاز، كنا نظن انه تجريد، شيء تجريد من الواقع، كنا نظن انه منظومة فيزيائية ونظام فيزيائي افتراضي هايبوثيتيك افتراضي. لكن بعد 95 1995 وجد هذا في المختبر وأثار ضجة كبيرة وظواهر طبيعية. الذي كان يدرس ميكانيكا إحصائية statistical mechanics كحكايتي مثل حالتي، ما قبل 95 كنت أقول شيئا عن الغاز المثاني وأصبح شيئا آخر مختلفا وأعمق وأغنى بعيد 95، شيء يعني مذهل. لهذا السبب لا تلوموني إذا قلت إنها هواية، ليست فقط عمل العمر إنما هواية أقبل عليها بشغف ولهفة وما زلت. فأول مقابلة طبعا كان عندي مواد، لكن كما قلت حررت مواد كثيرة ثقيلة في البكالوريوس، وكانت تجربة بدأت أشعر بالنضج امتلاك ناصية الموضوع. كلها كانت تمهيد فيما مضى، كانت تمهيدا، لكن الآن أصبحت جدية أكثر وأصبح أعرف ماذا يوجد واهتماماتي توسعت. فكان أول لقاء الحقيقة كانت العادة أن يكون فريق، والحقيقة الفيزياء والعلوم عموما لا تمارس إلا فرقا، يعني هذه مسألة العمل المنفرد اللي في قوانين الترقي بجامعاتنا لا معنى له، يعني أي فريق يتفق، أنت تحتاج للترقي، نعم المنفرد يتفق ويتنازل عن بعض حقوقه، هذا ما يحدث في جامعاتنا على وجه التعليم كجامعات العالم، لا أفهم ذلك مطلقا، أو هذا والله الاسم الأول، وهذا كله بالاتفاق، نادرا ما يكون لأنه الاسم الأول هو الذي أنجز كل شيء أو المنجز الأكبر، هذا العكس. المشرف دائما نضع اسمه بالأخير، ليس دائما بس معظم الوقت، لكن معظم الوقت يضع اسمه بالأخير على من هو يشرف ويريد لطلابه طلبته وغيره أن يظهر. فكان أول لقاء من بين مواد، وطبعا كل طالب مجرد ما يبدأ دراسته العليا عنده مكتب، معظم الوقت إذا المكتب كان كبيرا نوعا ما يشارك، يعني اثنين، مرات لما يكون قاعة كبيرة يعني غرفة كبيرة مكتب كبير يكون فيه أكثر من اثنين، لكن بحيث كل واحد يستطيع أن يشتغل ويعمل بهدوء خصوصا بعد نهاية الدوام، لأنه كان يمتد العمل حتى آخر حافلة بس
نذهب لبيوتنا آخر حافلة وبس، هذا هو العمل. وفي أمريكا أكثر، هناك شيء غير إنساني، وفي بعض دول العالم الأخرى. فكان أول لقاء إنه طيب نأخذ الذرات غير متفاعلة، نعرف ماذا يحدث إلى حد بعيد. يعني هذا أنجز في البدايات، الفامي ديراك ستاتيستيكس، إحصاء فامي ديراك الذي ذكرته. لكن المهم التفاعل، عندما يدخل التفاعل في الموضوع تنقلب أمور، ظواهر جديدة تنبثق. وهذه الكلمة تستعمل الآن علميا، ليس من بعيد، emerging properties، تنبثق من لا، يعني ليس من لا شيء، لا من التفاعل، من التفاعل. التفاعل مسألة أساسية، هو المدخل، الانبوت، المدخل الرئيسي في الموضوع التفاعل. لكن أول محاولة نظرنا فيها، عملت قليلا، كان فريق معي، واحد فيزياء نووية مثل مشرفي ماكس أبل. يعني كان فيزيائيين نوويين، كل شيء له علاقة بالهيليوم ثلاثة وخصائصه تأتي من العبد الفقير رحمه الله، طالب لكن أقرأ قراءة ومهمة، بحيث لكن لا يجب أن لا تؤثر حتى في العلم، يعني تطبعك، يجب أن لا تطبعك أو تؤثر فيك، بحيث لا تفكر خارج الصندوق كما يقال، out of the box، يعني لا تفكر بشكل مبدع مبتكر. قراءات كثيرة لابد منها. يعني أنا أذكر العالم الهندي الذي قضى سنوات طوالا وتوفي في الولايات المتحدة الأمريكية، شاندرا سيكر، معروف في الفيزياء الفلكية، معروف جدا، وكان شخصا وديعا وقارئا نهما، كان يقرأ كل صغيرة وكبيرة، يترك شريط الوالد، هذا أسلوبه، وينتظر الإلهام والأفكار الجديدة وكذا. لكن كان باحثا دارسا جيدا جدا، سكولر. وفي نماذج معينة كهذه، في نماذج لا يقرأ كثيرا لكن تأتي الأفكار له، مواهب، ميول، نقول شاعر مطبوع، هذا زي أي مطبوع أو عالم مطبوع. كان التفاعل بسيطا جدا، لم نعرف بالضبط، ما زلت كنت أتلمس أنا الأدبيات، الليترتشر، نقول الأدبيات أصبحت مجمعية، الأدبيات، الموضوع، الأعمال التي كتبت في الموضوع، المراجع وغيره، أدبيات الموضوع. لم نكن نعرف الكثير عن هذا التفاعل. فيما بعد سألنا أحد الزملاء الموجودين في القسم، كان معينا جديدا، أستاذ، يعني نقول لكتشرر في إنجلترا، محاضر، ما يقابل أسيستنت بروفيسور، أستاذ أو أستاذ مساعد، هذا قبل أن يصبح أستاذ مشاركة وأستاذ النظام الأمريكي عندنا، هناك لكتشرر كما قلت، سينيور لكتشرر، ريدر، ثم بروفيسور. فإذا سألناه فيما بعد، أعطاني قائمة بالتفاعل، مراجع عن هذه التفاعلات، وأن به عالم شاسع. بعض العلماء في ذاك الفرع، ذاك المجال، كانوا يقضي حياة بأكملها، تصوروا. يعني إنشاء مثل هذا التفاعل من بيانات تجريبية لا حد لها ولا حصر، ومع نظريات وأجزاء معينة وكيف نجمع كل شيء. لهذا السبب كانت محاولات كثيرة لها التفاعل هذا، ليس بهذه البساطة، ويجب أن نحترم ما يقوم به علماء في ذلك البر، حتى نحن نأخذ ما ينتهون إليه وندخله المدخل الرئيسي في عملنا، مثل المحقق الذي يفني عمره وهو يحقق مثلا كتابا عظيما في تراثنا، ويعطيك إياه كي تكتب بحثا
تستنتج أشياء كثيرة، تبدأ من حيث تبدأ. هذا ما كنا نفعل. لكن المحاولة الأولى كانت على تفاعل بسيط جدا، ما يسمى دلتا فانكشن، دالة دلتا. احنا احتفظنا بدلتا حتى بالرمز في نظامنا المجموعي، في الرموز العربية وغيره. دلتا فانكشن معناه انه لا يحدث تفاعل الا اذا كانت هنالك تماسٌ بين ذرة واخرى، هو ثنائي يعني ذرة مع ذرة، زوج من الذرات، الا لما يحدث تماس، وهذا لا يحدث الحقيقة في العالم المجهري. حتى ليست المسألة كرة بلياردو وكرة بلياردو وكرة تنس وكرة تنس وغيرها، طبعا لا، طبعا لا. إذا نبدأ من هذه الخصائص، خصائص بسيطة للذرات، الكتلة إلى آخره، وهي نيوترال متعادلة، يعني بمعنى ثاني لا شحنة، شحنة وليست شحنة أو شحنة، شحنة لا شحنة لها، نيوترال. هذا نيوترال كوانتم ليكويد، سائل كمومي محايد، لا غير مشحون. في بعض الأنظمة مشحونة ولها قصة أخرى أيضا. فالدلتا فانكشن يعني رياضياتيا يصبح أسهل بكثير، ليس سهلا جدا جدا لكن أسهل بكثير من لما نأخذ الواقعي، التفاعل الواقعي. فوضعنا المعادلات كذا، انتهينا بأشياء في مدة قصيرة جدا، مع أنه كنت مبتدئا. لكن الرياضيات نحن مؤسس في هذه الأمور، ومسألة الحاسوب آنذاك سأعرج عليها بعد قليل، هذه نتعلمها أول بعد دراسات عليا. تذكروا نحن الآن بدأت في نهاية 71، يعني بداية الفصل الأول 71 72 الماضي، تذكروا. ليس الآن حاسوب والهوسة وكذا بالحاضون لابتوب، الآن أتحدث إليكم من خلاله، أي هذا كل شيء، تستطيع أن تحسب أشياء كثيرة. المهم أنا لا أستطرد، أنا أقول أشياء تعن على بالي، لها علاقة وكثيرا من الأحيان لا توضح من الذين يبسطون العلم وغيره. ف دلتا فانكشن، لكن بعد قليل وجدنا انه توجد بحوث متقدمه كثيرا، يعني فيها تفاعلات اهم واصعب بكثير وتستخدم الحاسوب. فكانت محاوله مفيده جدا، خصوصا رياضياتيا، يعني الواحد يستطيع ان يجري عمليات، يعرف الاطار الذهني اللي هو متعلق بنظريه الاستطاره، سكاترينج ثيوري، مهمه جدا جدا في الفيزياء وفي بالذات في الفيزياء الكمومية، الميكانيكا الكمومية، يعني هو عنصر أساسي الميكانيكا الكمومية. إذا قلت أنا إنني أعرف ميكانيكا كمومية ولا أعرف شيئا عن هذا، المعنى أنني لا أعرف. أي حال من الأحوال، طبعا في أشياء كثيرة نبقى لا نعرفها حتى ولو أصبحنا علماء كبارا. المهم إنه هذه النتائج كانت مفيدة خطوة أولى، تدريب سريع، ما زلنا كنا في بدايات. لكن بدأت أتعمق أكثر مسألة التفاعل. تصور الفرق بين هذا الغاز المثالي ما في تفاعلات وبين الواقعي، التفاعل هو الذي سيوجد كل هالخصائص، أي شيء جديد. ورحلة طويلة الحقيقة، نبدأ من الخصائص الصغيرة جدا حتى نصل إلى الكبير جدا بدقة، رحلة طويلة جدا. وإذا استخدمنا التفاعل الواقعي لابد من الحاسوب، إلا إذا في تقريبات approximations أحيانا تكون جوهرية تخل بالموضوع، فلابد منه. فبدأت أيضا أتعلم وأعرف كيف، وأتعلم خصوصا ليس المسائل الفنية أو التقنية الحاسوبية بالذات، إنما تحليل العددي numerical analysis، كيف أواجه هذه المعادلة أو تلك. وتذكروا في كثير من الأحيان كانت ريادية الموضوع، لأول مرة كان أو محاولات قليلة جدا في عالم الهيليوم ثلاثة. أما
كنت في قسم معظمه فيزيائيون نوويون، وكان الجو مشبعا بالفيزياء النووية. لهذا السبب، من حيث لا أدري ومن حيث أدري ومن حيث لا أدري، أخذت نهلت من ذلك. ليس هذا فقط، حتى كانوا متقدمين نوعا في بعض الحسابات فيما يسمى المادة النووية. المادة النووية يعني نيوترونات وبروتونات. بروتونات مشحونة، تفاعلات بينها، هذه كأنه ننسى نتغافل عنها، وتصبح على قدم مساواة مع النيوترونات. ومنها العالم الفسيح من النيوترونات والبروتونات، نريد أن نشتق خصائص الجاهلية، ومن ثم شيئا فشيئا نعرج على النواة الثقيلة أولا، والخفيفة أصعب، خفيفة أصعب. لكن بعض التكنيكس، التقنيات، الطرائق، الطرق، أخذت أحاول أو حاولت أن أقتبسها بطريقتي شيئا فشيئا. لكن بتفاعل واقعي في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كلها معقولة، تفاعلات مختلفة، محاولات من علماء، مرات العالم نفسه وفريقه يعاودون كرة ويحسنون، فتكون بضعة تفاعلات، واللبيب يستعملها كلها. لكن في الأول يجب أن نبدأ من هذه النقطة، صفر ألف للياء، خطوة خطوة. كل خطوة أقولها بثانية، لكن تأخذ من الجهد حتى الواحد يستوعبها، حتى يستوعبها تماما. بدأت في هذا الطريق، وجدت أن الموهبة موضوع، لكن أيضا الصمود والصبر والجلد جدا مهمة في هذا البحث العلمي، ويجب أن لا نسلق. يعني كل واحد منا يمكن بما فيه العبد الفقير لله تعالى سلق في فترة ما وتعلم الدرس. اللبيب هو الذي يتعلم الدرس، تعلمت الدرس، هذه بحاجة إلى أنا صبر، والاستعراض بالنهاية لا يفيد ولا يوجد منك عالما. الاستعراض أقولها لأن بلادنا العربية للأسف بلدنا مغرم بالاستعراض، كثير من الأمور، في كثير من الأمور إذا نظرنا إلى ما وراء ما نراه نجد صورة أحيانا لا تسر الصديق، أحيانا لا أعمم، لكن بقدر ما يسمح به التعميم أقولها بضمير مرتاح بعد كل هذه العقود. ليس هذا استطرادا، هو في صلب الموضوع. فبدأت أتدرج كالطفل الغرير، لكن دائما عجائب، ليست عجائب سبعة، أبعد ما يكون، كل شيء عجيب، وما زال كل شيء عجيب لي، وأتأمل الصغير والكبير، أتعجب من كل شيء. أعيش 24 ساعة حالة انبهار كالطفل الغرير، كل شيء لأنه جديد، أنظر إليه أول مرة، وهذا ما تعلمت أن أفعله. أقرأ ساعات متأخرة بالليل، وأحاول أن أجري معادلة. الآن الحسابات لم تكن متاحة، الحاسوب كان بناية مبنى ضخم جدا. طبعا مانشستر كانت من المراكز المتميزة في الحاسوب، وخذ قرار في تلك الفترة إنه مانشستر واحدة من أربعة مراكز كبرى الحاسوب في المملكة المتحدة. مانشستر، لندن، أظن إمبيريال كوليدج، هي الإمبراطورية في لندن، هي جامعة لندن، لا أذكر أين تماما، الأرجح إمبيريال كوليدج، كامبريدج، وأدنبرا في اسكتلندا. أدنبرا المدينة الأكبر في اسكتلندا، المملكة المتحدة، وهذه كانت على مستوى أوروبا.
يحاولون أن يواكبوا بحيث أنها تصبح مراكز عالمية، يعني هي ما يقابل المراكز التي بدأت تنتشر شيئا فشيئا في الولايات المتحدة بإمكاناتها الضخمة وبلدان أخرى. أتحدث الآن عن الغرب. لكن كان واحد يطبع برنامجه خطوات، وقرأت الكثير عن بدايات الحاسوب والأشياء المخفية كان بالحرب العالمية الثانية، الآن أصبحت مجالا أو محاور أفلام معروفة، ومع الأفكار التي كانت وراءها من رياضياتيا وفيزيائيا كبير فون نويمان وغيره وغيره. قرأت الكثير وشيء مذهل، لكن النقطة إنه المبنى الكبير كنت أطبع على بطاقات دك، يعني كوتس ستاك، كوتس مقابل ستاك أو دك يقال، من البطاقات بدقة حتى لا إذا غلطة واحدة يرد يعود. رحلة من القسم ليست طويلة جدا لكن تأخذ وقت، نعطيها لأمينة سكرتيرة خاصة بهذه الأشياء، تأخذ مني ومن غيري وتأخذ كل هذه الكومة لمبنى الحاسوب الضخم. وبين الحين والآخر كنت أزور مبنى الحاسوب، كانت تديره واحدة شخصية ظريفة وصوتها دائما عال لكن تخدم من قلب رب الطلبة والأساتذة وغيره، أذكرها بخير حتى لا أعرف اسمها، ولم أعرفه أنا ذاك ولا أعرف. وكانت تساعد، تضيع تتوه عمارة كبيرة جدا، حاسوب ضخم، وكانت رائدة من البداية أصلا مانشستر في هاي الأمور. فأنتظر النتيجة ثاني يوم على ورق مثل ورق الجرائد كبير طويل وعريض، ويتابع الواحد أحيانا التجربة والخطأ يجرب، وهكذا هكذا نتعلم كلنا في كل المجالات البحث العلمي. إنما هذا الجانب لم أقبل عليه إقبالي على التحليل الرياضياتي والأفكار الفيزيائية، كانت الفكر الفيزيائي هو الذي استهواني لأنه فعلا هي الأفكار. لكن إذا لا تعرف تقنيات طرائق ولست ماهرا فيها، ما الفائدة؟ أن لا تستطيع أن تنفذ أفكارك. الأعمال الجليلة، أعمال فوق المتوسط والجليلة والمبدعة لا تكون إلا إذا أتت الأفكار وتعرف كيف تتناول وتعالجها بها التكنيكس المتطورة التقنيات. إذا هذه كانت بداية الرحلة، تعلم شيئا فشيئا البطء في مسألة الحاسوب والوصول إليه، و جعلتني ألتمس طريقا آخر مثل غيري. وكانت الطريق أن نذهب لمختبر في قرية اسمها دارسبري، أمريكي يرفضها دارسبري لكن هي دارسبري مثل كلارك أمريكا، كلارك إنجلترا، دارسبري هكذا تلفظ. في دارسبري كان بوسط جامعات مانشستر ليفربول وجامعات أخرى، الكل يأتي إليه، لكن طريق يعني عاجلة، سيارة مثلا لا أعرف ساعة ونص أكثر قليلا أقل قليلا. فكنت أنتظر دوري ونذهب مع زميل أو مع واحد متقدم من الأساتذة أو من ما بعد الدكتوراه، يعني مناصب مؤقتة. وهناك كان فعلا الوضع متطور، تذهب إلى المسؤولين على السيستم يصبحوا أصدقاء، خصوصا في الليل يكون الوضع هادئا والناس قلال واحدون، وتستطيع أن تسرع الأمور في هاي. والشيء الآخر اللي أذهلني أنا ذاك لبداية الحوسبة الحالية كان ما يسمى time sharing option، أنت تشارك غيرك في وقت الحاسوب. فأمامك آلة حاسبة، آلة طابعة تايبرايتر كبيرة، وتطبع رأسا ويستجيب الحاسوب رأسا. قلت إيه، هذه مخاطبة مباشرة مع الآلة مع الجهاز،
لم أكن أعرف أن هذه بدايات ما نفعله الآن. كان هذا غريبا على معظم الطلبة في الجامعات، إنما كما قلت كانوا في مراكز محددة منها مانشستر ودازلي بالذات يواكبون مثل هذه الأمور. مركز تميز، مركز تميز. فلهذا سبب سرعة الأمور، وبدأت ألفت نظر بعض الموجودين ما بعد الدكتوراه، ناضجون متخرجون جامعات كبرى مثل ام اي تي وستانفورد بالذات، ستانفورد وام اي تي. وبدأت الحياة تأخذ طابعا آخر، تشعر بعزوة بفريق، إضافة لذلك في جوانب كثيرة من الموضوع. شيئا فشيئا، إنما هذا جانب الحاسوب بقي عقدة عندي نسبيا، يعني لأنه الخطأ فيه سهل أن نخطئ. وإضافة لذلك، أحيانا بعد ما تظن أنك أنجزت العمل يأتي على بالك شيء وتعرف أنه أجريت أو كان خطأ ما في مكان ما في حساباتك، وهي طويلة أحيانا ولا تعرف بالضبط وأين موطن الخلل. هذه ريادة البرامج، شيئا فشيئا بنيتها في هذه السنوات، في سنتين ونصف تقريبا من الدكتوراه، تصور. وما بعد ذلك أن عملت في الجامعة بعقد، كان علي أن أتخلص منه حتى أعود إلى الأردن عندما حان الوقت، سيأتي ذلك في حينه. إنما أريد أن أقول أنه كنت أفضل الجوانب الأخرى، لكن أعرف من البداية أنه حسابات واقعية، البحث الواقعي يقتضي أن تستخدم الحاسوب. طبيعة التفاعل تقتضي ذلك، طبيعة التفاعل لا يمكن أن تحلها تحليليا أناليتيكلي إلا إذا قربت كما فعل أحدهم وفكر أنه أخذ كل الاحتياطات، لكن وجدت خللا في عمله. ومن ستانفورد الشخص لا أعرفه، يعني أعرف شخصية لكن من عنوانه، وكانت بداية مقدم العمل الأول في هذا الموضوع، مش مجلة، ما زالت قائمة طبعا مشهورة جدا، كانت باكورة أعتز بها. لكن بدأت بنقد موضوعي للحسابات الثلاثة التي سبقت حساباتي وفريق. لكن كانت أيضا بها متعة، تحدي صعوبة تحولها لتحدي. ونستمع إلى سيمينارز، ندوات زوار واقع واحد بالأسبوع متوسط، أحيانا أكثر لكن متوسط، يعني فيما بعد جامعات أمريكية كبرى. أنا قضيت إجازة فرع علمي في إحداها، كان يأتي كل يوم تقريبا سائر، حتى مرات أكثر من سائر، وتحجز موعدا مع غير المحاضرة التي سيلقيها. هنا يأتي فيها الجو العلمي، يعرف في، ونجتمع في الندوات في نيلز بور كومن روم. أنا ذكرت في حلقة سابقة، ذكرت الأسماء المدرجات كلها بأسماء علماء كبار، راذرفورد بلاكيت موزلي. الآن نيلز بور هو قضى وقتا مع راذرفورد في مانشستر. كيف أحيا الذكرى؟ بها القاعة الكومن روم، قاعة نجتمع فيها للدردشة، للتباحث كذا، هذا جزء أساسي من العمل. أحيانا الواحد منا يكون من طبيعة ينكفي على نفسه، أو من طبيعة جوانية إنجاز التعبير، لكن الحقيقة هذا يقتضي أن يكون ولو حد أدنى من التفاعل، ليس من ذرة وذرة، بيننا نحن العلميين أو الباحثين أو العلماء. فهذا إذا تدرجنا وأنجزنا الكثير. فالنقطة إنه ماذا يحدث للتفاعل؟
وماذا يحدث أيضا في الوسط ميديوم، كدرات كثيرة كثيرة، هذا نسميها إيماني بودي بروبلم، يعني مسألة متعددة الجسيمات. هذا في نظرية الجسيمات المتعددة، وفي عندنا مادة في الجامعة الأردنية كانت خيارية، لأنه كنت أنا أدرسها بحكم الاختصاص. عندما أغيب في إجازة تفرجات فرع المياه وأي إجازة وكذا، تبقى ما هي اختياري، ولا هي الحقيقة أساسية جدا في التدريب، لأنه ميكانيكا الكمومية هي ميكانيكا كمومية متقدمة جدا، وجذورها تأتي من نظرية المجال الكمومي نسميها كوانتم فيلد ثيوري، اللي أرقى ما توصل إليه الفكر الإنساني البشري حتى الآن في الفيزياء. طبعا في تطورات كثيرة، لكن ضمن هذا المظلة العريضة، فجذورها بدأت من الثلاثينيات من القرن الماضي، لكن بحق الخمسينيات، بداية الخمسينيات، وما زالت معنا بقوة فوان، واكتشافات كثيرة مرت بهذه. وعندما أقول نظرية، لكن هي حقيقة نظريات متعددة. لكن في عندنا كان مشكلة كبيرة، أني بها هذه الحلقة حتى لا أطيل عليكم، سامحوني عن أي إطالة أو استطراد غير مقصود. تفاعل قوي جدا، سأفسر ذلك أكثر. أنا ظننت أنني أستطيع أن أصل إلى ما أريد في حلقة أو نصف حلقة، وإذ بها نحتاج إلى حلقة أخرى. كل من هو مسؤول عن هذه الأشياء الفنية والحلقات أرجو أن يعذرني، لأن التفاعل قوي جدا بمعنى من المعاني، أفسره إن شاء الله في الحلقة المقبلة. هذا يعني أنه النظرية التي تريد أن تستعمل أيا كانت، حتى لو طورتها كما شئت، هي تعود عادة، ليس دائما، في بديل لا أذكره الآن، لكن المنحة الذي أخذناها واتخذته أنه تستخدم نظرية، يعني نسميها الآن القلقلة، يعني بمعنى ثاني تريد كأنه أن تضع مفكوكا لمعادلاتك أو كميات محددة، expansion مفكوك، حد أول ثاني ثالث رابع، أن تقف عند حد معين أنه لا تستطيع أن تصل، أن تأخذ وقتا. والنقطة أنه يجب أن يكون هذا المفكوك ب كمية صغيرة، يعني لا تستطيع أن تجد مفكوكا بكمية كبيرة، لأنه معنى أنه المفكوك لن يلتئم أبدا، حتى ولو وصلت إلى ما لا نهاية لا يلتئم، يعني مستحيل أن تعالجه بهذه الطريقة. لو كان صغيرا تستطيع أن تجد أول بضعة حدود من المفكوك، وأن تقول هذه تمثل المفكوك كامل، لأنه يبدأ تبدأ بالصغر، تصغر فتصغر 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 الحدود الأخرى، وتصل إلى مبتغاك. إنما في هذه الحالة كان بارامتر، لهذا السبب أحد الفيزيائيين الكبار، هذا جعل الكبار الاتحاد السوفيتي السابق، كان سوفيتيا، لانداو، لم يشأ أن يدخل هذا الغمار مطلقا، كان مغرما بالهيليوم وله إنجازات كبرى. هو وعالم آخر له أسلوب مماثل، فايمان، فلاندو بدأ يفكر بنظرية ظاهراتية، يعني الظاهرة، ظواهر ظاهراتية نقول، فينومينولوجيكال، يعني تعالج مثل الديناميكا الحرارية، فقط كميات جاهرية لا يذهب إلى الصغير. وهدف نبيل، وهي نظرية التي انتهى إليها، مهمة جداً، إنما يبقى في النفس حاجات إن لم تتطرق إليها بالمنح الذي أخذت من صغير جدا لكبير جدا. وهذا لا يعني إنه إنجاز، لا، نريد أن نشتق إنجازه من الصغير جدا، لأنه هو نظرية ناجحة على المستوى الجاهري. فلاندو كان يفكر التفكير المباشر، أنه كيف أستطيع أن أقول نظرية جسيمات متعددة، أبدأ من الصغير إلى آخره، وأنا ما عندي هالبارامتر، هالمعلم المتغير الوسيط
الصغير حتى أستطيع أن أجد مفكوكا. يعني المنطق الرياضياتي، المنطق الفيزيائي يقول إنه هذا لا يجوز. سألت السائل، وهذه بقيت النقطة في ذهني، سائل بدأت بالسائل الصعب وما ولم أتطرق إلى الغازات مع الفريق أو فرق حالية إلا بعد عقود. ولهذا لابد من تكمل الحديث صلة، فأعتذر عن الانقطاع بهذا حتى لا أطيل كثيرا، أصبحت عندي حدود، فأعود إليكم إن شاء الله في وقت قريب كي أتمم الدراما الفيزيائية التي بدأناها. شكرا جزيلا على حسن الاستماع وحسن المشاهدة، إلى اللقاء. شكرا لكم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة التالية مع الأستاذ الدكتور همام غصيب.